كيف تقول إلى الله سبحانه وتعالى رب ارزقني رب ارزقني ربي اقضي ديني وانت بتصرف دينار ونص او دينارين يوميا في الدخان؟ لا ينسجم، والله لا ينسجم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق عليه، من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. ونعود الى الآية القرآنية، سرابيلهم من قطران، سرابيلهم من قطران، اهل جهنم